السلام عليكم ورحمة الله. الجميع يعلم أننا نخوض اليوم في ساحة التظاهر معركتان، المعركة الأولى والتي خرجنا من أجلها معركة الفساد، والمعركة الثانية والتي هي نتيجة الفساد معركة فيروس كورونا. في المعركة الأولى كانت الساحات مزدحمة بأناس لا نراهم منذ فترة طويلة، وأناس جعلوا تواجدهم مقتصرا فقط على الإعلام حبا بالشهرة. واليوم نرى من أصدع رؤوسنا في ساحات التظاهر بالمبادرات والمقترحات والاجتماعات، ممن يدعون أنفسهم قادة في الساحات متناسين ما يمر به البلد من ظرف صحي، وأن الساحات أجمعت أن تكون داخل حجر صحي. نود أن نوجه رسالة إلى الجميع: القائد الحقيقي هو ذلك الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل الإصلاح، وذلك المرابط مع أخوانه في ساحة التظاهر، وليس الذي يترك الساحة ويبقى ينظر على جروبات الواتساب يصرخ ويوافق ويرفض حسب مزاجه. البدايات للجميع والثبات للصادقين. أعتقد وصلت رسالة وهم يعرفون أنفسهم. يوم الاثنين المصادف 23/3/2020. بس ساعتي سجاد البطل عمره 13 سنة وما باع القضية وبقى بالتحرير. بس ساعتي وصلت إن شاء الله. التحرير بيتنا. التحرير بيتنا.